للتخسيس وفقدان الوزن وأهم الخصائص العلاجية الأخرى. تنصح قناة ميكس بروفيت بتناول الصمغ العربي الهشاب الأصلي والذي يتمتع بجودة عالية. كما يمكنكم التواصل معنا على الرقم الظاهر على الشاشة. يا رب يشفيكم ويشفيني ويشفي كل مريض، قولوا آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم بشكل سريع وأيضا بشكل مفصل عن علامات الشفاء من الفشل الكلوي ومتى يتوقف المريض عن غسيل الكلى. ما تنسناش من اللايك الجميل بتاعك، ويلا نبدأ الفيديو. الفشل الكلوي هو حالة طبية بتحصل لما الكلى بتفقد قدرتها على أداء وظيفتها بشكل طبيعي زي تغذية الدم وإخراج الفضلات من الجسم. طيب يا ترى أسباب الفشل الكلوي؟ أسباب الفشل الكلوي كتير، منها الأمراض المزمنة زي السكري وارتفاع ضغط الدم، الأمراض الحادة زي التهاب الكلى أو الصدمة، أيضا العوامل الوراثية. طيب إيه أعراض الفشل الكلوي؟ أعراض الفشل الكلوي ممكن تكون خفيفة أو شديدة. الأعراض الشائعة بتشمل انتفاخ الساقين أو القدمين، صعوبة في التبول، أيضا غثيان وقيء وخصوصا لو كان في ألم، تعب عام. طيب يا ترى علاج الفشل الكلوي، أهم أدوات علاج الفشل الكلوي هنقولها في آخر الفيديو، ولكن علاج الفشل الكلوي في الأساس طبيا بيعتمد على شدة الحالة والطرق الشائعة لعلاج الفشل الكلوي، بتشمل إما غسيل الكلى وهي عملية بتساعد على تنقية الدم وإزالة الفضلات من الجسم، أو زراعة الكلى وهي عملية جراحية بتتم فيها إزالة كلية سليمة من شخص متبرع وزرعها في جسم المريض المصاب بالفشل الكلوي. طب أنا إيه العلامات اللي ممكن نقول إنها علامات الشفاء من الفشل الكلوي؟ علامات الشفاء من الفشل الكلوي ممكن تختلف من حالة لحالة، لكن بشكل عام ممكن المريض يبدأ يشعر ببعض العلامات زي لو كانت وظائف الكلى بتتحسن، تحسن في حالة الكلى وتحسن نتائج التحاليل، زيادة في الحيوية والنشاط، تحسن في الشهية والتغذية بيحس إن هو عايز ياكل، فقدان الشهية بدأ يقل، استقرار ضغط الدم، أيضا انخفاض الانتفاخ في الساقين والقدمين، أيضا وجود سهولة في التبول، مفيش غثيان وقيء، وشعور بالنشاط العام. طيب إمتى يتوقف المريض عن غسيل الكلى؟ يتوقف المريض عن غسيل الكلى لما وظائف الكلى بترجع للطبيعي، وده بيحصل في الحالات إذا تم إجراء عملية زراعة كلى ناجحة، أو كانت وظائف الكلى بتتحسن بشكل كبير نتيجة للعلاج أو تغييرات في نمط الحياة. طيب إيه العوامل بتأثر على الشفاء من الفشل الكلوي؟ أهم العوامل هي شدة الحالة، كل ما كانت الحالة أشد كل ما كان احتمال الشفاء أصعب. أيضا بيعتمد الأمر على سبب الفشل الكلوي، بعض أسباب الفشل الكلوي زي السكري وارتفاع ضغط الدم بتؤدي إلى تلف يعني يصعب علاجه. عمر المريض، كبار السن أقل عرضة للشفاء من الفشل الكلوي مقارنة بالشباب. طيب أيضا صحة المريض العامة، المرضى اللي عندهم مشاكل صحية تانية زي أمراض القلب أو السرطان بيكون علاجهم أصعب. مفيش حاجة بعيدة عن ربنا، ولكن احنا بنتكلم إن في حالات أصعب من حالات أخرى. تمام، أهم النصائح لمريض الفشل الكلوي إنك أنت تتابع يعني تعليمات الطبيب بعناية، مش عشان واحد مريض كلى واحد مريض كلى اخر، ده ممكن يعني يقول لك انا خفيت عملت كذا وكذا او تعبني كذا وكذا، طب ممكن يكون المريض الاخر مش سبب الفشل الكلوي عنده غير سبب الفشل الكلوي عند حضرتك، فالحالات بتختلف، ممكن صحتك تكون افضل فعلاجك يكون اسرع. فنتبع تعليمات الطبيب بعنايه، نشرب كميه كفايه من السوائل خاصه الماء لتقليل تراكم السموم في الجسم، نتناول نظام غذائي صحي وده اهم حاجه. تمام، ونتجنب الأطعمة الغنية بالصوديوم أو البوتاسيوم أو الفوسفور، نحاول نقلل السمنة على قد ما نقدر ونتحرك كتير على قد ما نقدر. الحاجة اللي مخلينها لآخر الفيديو هي اللي بنقولها كل مرة، ما ننساش إن الصمغ العربي الهشاب هو أفضل علاج طبيعي لمعظم حالات الفشل الكلوي وارتفاع الكرياتينين. يقولوا لي جربنا الصمغ العربي كتير وما جابش نتيجة، يا حبيبي انت ما جربتش والله الصمغ العربي الهشاب، لو جربت الصمغ العربي الهشاب او انتظمت عليه فتره طويله هتلاقي فيه تحسن باذن الله. الصمغ العربي الهشاب مش هو القطع اللي موجوده عند العطار، تمام، دي معظمها طلح. لو عايز صمغ عربي هشاب النوع اللي موجود في الوطن العربي حاليا والوحيد اللي ممكن نقول عليه ان هو هشاب نقي جدا وهشاب بيفيدك هو نوع ناتوريا. جربنا انواع كتير، هو النوع الوحيد الحمد لله لغايه دلوقتي اللي جايب نتائج ممتازه على ارض الواقع، درجة نقاء الهشاب فيه عالية جدا. أيضا ناتوريا سعره في على قد الإيد أو في متناول الجميع، ممكن تنتظم عليه وتجيبه كل شهر من غير يعني إيه، من غير ما تحس إنك أنت مش قادر تشتريه زي الأدوية الغالية التانية، ونتائجه على فكرة على أرض الواقع والله ممتازة ما شاء الله يعني.
لو حضرتك استفدت من الفيديو هيشرفني ودعمني انك تضغط لايك للفيديو. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.